معلش سوري، بتفضل يبقى ايه؟ اتفضل يبقى حد من قرايبنا. انا نسيت اعرفك بنفسي، انا ابوك. لا ما انت فاهمك، يعني ما تستغلش مشاعر الابوه وتحاول تضغط عليا عشان اشغلك تقوم سارقني يا ابني. انت من شويه قلت تفضل انه يبقى حد من قرايبكم، انا ابوك. ايوه ابويا مش قريبي، انت هتشتغلني عايز يسرقنا يا بوم. اهدى بس اهدى يا تيمون. ابوك مش قريبك؟ يا لهوي يابا. عم انت عم عيد، ما انت اللي غلطان برضه، مش انت اللي مخلفه؟ حد يجيب خلفه بالشكل ده؟ انا مش فاهم. ادي اخر الجواز القرايب. بص يا معلم، اتفضل. بين البيع والشارع ايه؟ شارع ايه؟ بين البيع والشارع يفتح الله. قول فكرتك. اشترينا كنبي، ما اشتريناش بره. استبينا نعمل البوم. ايه المجهود يعني في كده؟ ايه ابهرتنا بايه يعني؟ تجمع صورنا وتحطها في البوم؟ ايه ايه ده؟ البوم شريط. شريط قطر يا ابن اللعيبه. عم عيد حلوه دي. عايز تجيب لنا الناس من المحافظات يحضروا دروسنا؟ بس مكلفه شويه دي. مكلفه جدا. مكلفه محطه بقى وناظر محطه. يا ابني انت قلت خيال وبنيت عليه فرضيه. شريط ايه ومحطه ايه ومكلف ايه؟ انت اللي بتقول. يا ابني عمركم ما سمعتوا شريط كاسيت حمائي افاه؟ شريط تركايه تركايه تركايه. البون. ما تقول ما تقول البون يا عم. البون البون. تركاي. ايوه كده تركاي. أيوة والله والله دي فكره مش وحشه. اشترينا زي الفل ونبقى زي حمائي وتامر وعمرو دياب. لا 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 معلش، مع احترامي للزملاء ما بحبش اجيب في سيره حد، بس سامحوني انا مش عاجبني اداء عمرو دياب خالص اليومين دول. انظم شوى ولا الدوا ده كل شويه ينقطنا باغنيه. لا احنا ننزل بالشريط. مزاج التلميذ، واللي يقل مزاجنا يبقى ايه؟ تلميذ. هو ده. خلصت. انا اشتريت. لا استنى بس يا تيمون، استنى. بص يا بابا الصراحه من غير ما تزعل، يعني اهم حاجه في مدير الاعمال المظهر، وانت الحقيقه يعني هيئتك مش مشرفه خالص. انا بقترح ان احنا نجيب مدير اعمال لبناني، احسن مديرين اعمال في العالم اللبنانيين معروفه. تاهت ولا ايه؟ ما انا لبناني. انت لبناني؟ لبناني ازاي؟ ويعني ايه لبناني؟ بتعرف تكلم لبناني؟ اكتر من اللبنانيين واحسن من اللبنانيين كمان. طب قول كده حاجة لبناني. حاجة لبناني. صحتين يا ابن اللعيبة. كمل. زعتر. ايه ده يا ابن اللعيبة؟ فتوش. ايه ده انت لبناني بجد ولا ايه؟ انت كتير مهضوم. ابشر. لا ابشر دي سعودي. ايوه واحد سعودي عايش في لبنان فتره وراجع يعني بيدرس. لا بقول لك ايه، اشتريت. موافقين؟ موافقين ايه؟ استنى انت متسرع قوي يا بومبا. هو في مدير اعمال لبناني اسمه عيد ميلاد عزت؟ ازاي يعني؟ بسيط، لو اتفقنا انا هغير اسمي، هيبقى اسمي لبناني خالص. طالما عايش في لبنان هيبقى اسمي لبناني. ايه اسمك؟ ايه هيبقى اسمي؟ بيروتي. بيروتي فؤاد. بيروتي فؤاد. لا بس بيروتي فؤاد دي خطر. ليه؟ عشان احنا مدير اعمالنا محتاجين لما نعوزه نلاقيه، لكن بيروتي فؤاد لما هنحتاجه هيبقى بينحت في مليون مسلسل وفيلم. لا لا خلاص، لو اتفقنا مفيش كل الكلام ده. ومفيش مسرحيات في السعوديه. لا 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 مش للدرجه دي، هم اربع ايام وبنرجع. ما تقلش ادبك. ماشي موافق. ديل ديل ديل. عملنا الالبوم. نعمل الالبوم. بيروتي تقبرني. فرقة مزاج التلميذ تقدم ألبوم جديد ليالي المراجعة، مع باقة من أروع الدروس والمراجعات النهائية في اللغة العربية.